واحد حقير وبلا شرف كمان وما عنده كرامة، وكمان شو رح يتغير إذا كان زنجي؟ شو عم تفكري؟ إذا ضليتي هيك أنا رح أضربك بدل هديك المرة. أمي عطيني القنينة الجديدة. شو يا روحي؟ مو أنتي مبارح قلتي إنك رح تجيبي لي قنينة مي جديدة؟ عم قلك ما بقدر بورجو، ليش عم تضلي تنقي علي؟ عم قلك ما قدرت أعمل هيك وخصوصا بعد هديك الليلة، يعني هذا الشيء مستحيل. يا الله دخيلك، أنو ليلة؟ مرة تانية هديك الليلة بتحبي الله خبريني شو صار معك بهديك الليلة. ألو داريا، هذا الزلمة. أنو زلمة؟ سكري هلأ بحكي معك بعدين، باي. مو كتير بايخ موضوع أنية المي؟ ما عندكم مقصف بالمدرسة؟ ممنوع يشربوا منه الصغار. خلص لكن أختك بتجيب لك ياها. إيه بس ممنوع. ها لقيتها. تاتا. أمي بس هي ببرونة. إيه بعرف، بس هي مو حيلا ببرونة، هي ببرونتك مو بتذكرة؟ كنت كتير صغير كيف بدي أتذكرها؟ تمام، شوف شو رح نعمل هلا. وهلا صار فيك تاخدها، بطلت ببرونة. بس امي هي ببرونة مو قنينة. بعرف يا حياتي، بس استخدمها ليوم واحد، هي فيها تكون محل قنينة المي ليوم واحد، مو هيك؟ رح نحط فيها مي بدل الحليب، بعدين ما حدا رح يعرف انها ببرونة لانه ما قلها لهاي. ما رح يعرفوا مو؟ ما حدا رح يعرف، بكره بتشوف. امي يلا هلا روح وحطها بالشنطه، اصحك ترجيها لاختك داريا، اتفقنا؟ اخ ما فيها لهاي، ما حدا رح يعرف. كسري الباب مرة تانية داريا خانو، شو هالخلقية اللي راجعة فيها على البيت؟ وانتي مانك على بعضك، في عندك ضيوف. شو وين هالضيوف؟ مين هنن؟ ليكن تحت. مين؟ نزلي وشوفي. عن جد هي البنت كتير عم تتمادى معي هالفترة، مو معقول. القدر الملعون. القدر ما رح يخجل هاندام، انتي لازم تخجلي. انا استنيت هذا اليوم من شهور، وحرقي اللي من الدرجة الثانية اتعافى طبعا اذا بتتذكري. تتذكري كيف حرقتيني انتي وعم تضحكي؟ يا بلا شرف. ليكي دغري نشروا عنك. حادثة أليمة وقعت في اسطنبول، راح ضحيتها رجل تم دعسه في إحدى شوارع المدينة. أي حدا مرحبا بعيش بس ثلاث أيام. دخيلك، وكأنه هالحقير مات، كلهم ثلاث عمليات بيعملهم وبيرجع أحسن مني ومنك كمان. ما بصير شي على الناس اللي مثله. قلت زيرين خانم عايشة حياتها وكأنه بإعلان والكل بيعرفها، قوصت حالها قدام عيوني. وهلا أنا قلت على جنيد القدر الملعون، قام الزلمة انمعز تحت السيارة. ايه هلأ هي القصة تبع الآلام بصراحة أثرت فيني أكثر من هاي المرة، بس ما رح أزعل على واحد قال عنك إنك وحدة بلا شرف قبل ما تيجي السيارة وتطيروا عشر مطار. ما علينا، الله يشفي. بالمناسبة لهلأ ما قدروا يلاقوا السيارة، مو هيك؟ ما بعرف، على الأغلب ما لقوا لهلأ. هاندام يلا يا روحي، يلا روقي حالك شوي. ليكي روحي على شغلك، يلا يلا هيك أحسن، هيك بتقدري تلهي حالك وما عاد بتفكري بسلبية وبتصير حياتك حلوة. قلتي لي بإيجابية مو هيك؟ مزبوط، لازم فكر هيك. يعني شو ممكن يصير أسوأ من هيك؟ يلا عصفوفكم بسرعة، يلا
طيب طيب يلا أنا جاية فورا. داريا أنت شو عم تعملي هون؟ أستاذ أنا أسفة لازم روح، بعرف إنه ما في غيري بس ما كتير مضطرة. ما بصير هالحكي، رجعي على شغلك بسرعة. أنا مضطرة أروح إذا بتريد. داريا إذا بدك تطلعي وأنت بتعرفي إنه ما في حدا يشيل مكانك ومصرة كل هالقد فالأحسن تتركي الشغل. أنا بعتذر. أنت عم تحكي جد؟ الأولاد كسروا الببرونة بتم الولد؟ طلب، معلش ما تخبري أمي بشي؟ أكيد، معلش يا روحي أنت. هذا كله ذنبي، بعرف إنه أنا السبب. نسيت إني اشتري له قنينة، رحت طلعت له ببرونته. ماشي أنا كنت السبب بعرف، بس برأيك ذنبي لحالي؟ لا، هالشي بسبب هدوك الأولاد يلي قلبهم أقسى من الحجر. قديش هنن ولاد بلا رحمة، كيف قدروا يعملوا هيك؟ ابني المسكين ضربوا ابني الصغير، كيف قدروا هدول الولاد يعملوا هذا الشي بابني اللي مثل اللعبة؟ يلي مثل اللعبة؟ أنا المسؤولة عن اللي صار؟ أبدا، المسؤولية على هدول الولاد يلي ما عندهم رحمة. أنا رح أحكي مع أمهاتهم كلهم. المشكلة إنه ابنك يلي مثل اللعبة ما بيصير يكون لعبة. عم تمحي شخصية ابنك لحتى يكون مثل اللعبة، انت هيك بدك؟ حتى كلنا هيك، كلنا هون عم نكون ألعاب عند الست هاندان. انت كان بدك نصير ألعاب عندك من أول لحظة أجينا فيها، بس مع الأسف ما رح نكون ألعاب عند الست هاندان. ام عيون الزر، طفلة داريا عم تبكي. لا تبكي يا داريا الصغيرة، لا تبكي يا زغرورة، لا تبكي خلاص. هاندان شو هاد؟ أنا مو قلتلك ما عاد تلعبي بالألعاب وما عاد بدي شوفها بإيدك؟ مو قلتلك ممنوع تلعبي بالألعاب؟ أنتي صرتي أم، ما عم تفهمي؟ البنت قاعدة عم تبكي قدامها وهي تاركتها وعم تلعب بالألعاب. بس يا روح، بس سكي سكتيها لبنتك. هاي بنتك، انتي اما عم تفهمي؟ انتي اللي جبتي هالبنت على هالدنيا، فهمي؟ ايه
داريا. أمي شو بدك مني؟ من أمي الطفلة يلي جابت أول ولد إلا وكانت لساتها طفلة، شو بدك مني هلأ؟ بدك يعني أقعد أبكي معك؟ شو؟ بدي كون أم منيحة إلكن. عن جد؟ تمام، معناتها بكرة بتجيبي جان ومنروح سوا على الدكتور لحتى يفحصه. في عنده صعوبة بالتعلم، في ضعف بنظره، كمان مهاراته الحركية مع الأسف فيها نقص. عم يحكوا عني جوا مو هيك؟ تمام، نحن هلأ خلصنا كل الفحوصات بخصوص الطفل. جان تشخص بطيف توحد. عن جد طيف؟ تمام تمام، يعني إنه المهم مو توحد، طلع معه طيف خفيف. تمام، يلا لكن قومي نروح. يلا شو عم تعملي أمي؟ استني. أنت شو عم تعملي؟ يلا قومي. هو قال معه طيف توحد، يعني مو توحد كامل، ما قال مريض. بس هاندان، لا 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 أبداً أبداً، لا تبلش هاندان خانو. هو مرض التوحد اسمه توحد، حتى بنتي داريا شرحت لي هذا الشيء، قالت سبب توحد. امي شبيك شبيك، شو لا لا بنتي خبرتني بهالشيء، بس انت ما قلت لي هيك شيء هلا، انت هلا قلت طيف. أمي، هو ما قال طيف؟ سمعته قال طيف؟ انا سمعته بإذني. اهدي شوي لو سمحتي. ايه يعني هيك ابني ما نو مريض، هذا اللي انا فهمته، هذا اللي فهمته. بس نحن ما منتعامل مع التوحد على انه مرض، هو اختلاف. اي اختلاف يعني؟ ابني مختلف عن رفقاته، فهمت؟ ايه طبعا رح يكون مختلف، اصلا نحن كلنا مختلفين اساسا، ليش لحتى نكون بنشبه بعض؟ كلنا مختلفين مو هيك بنتي؟ انت مختلفه كمان وانا مختلفه وانت مختلف، ما في حدا بيشبه الثاني. شوف انا جبت هالبنت، ايه طلع عليها، طلع هلا هي صارت بطولي، انت شايفها بتشبهني شيء؟ ما بتشبهني لانه نحن مختلفين، بتكون بنتي ومع هيك نحن ما بنشبه بعض، مو هيك يا بنتي؟ حتى نحن ما منتفق مع بعض، دائما منضل عم نتخانق. ما فيني شبهها بحالي ابدا، بتعرف ليش؟ لانه هي مختلفه عني، كثير مختلفه. يكون مختص بهالشي. امي يلا اهدي، جيبي اغراضك وتعي. يلا يلا. امي استني، امي ماما استني شوي، ماما روحي غسلي وشك لحتى جان ما يشوفك بهي الحالة. عملت شي غلط؟ ابدا ابدا يا روحي، انت ما عملت اي شي غلط. انت ما عملت اي شي غلط يا روحي، انت
نصلح كل شيء سوا، بوعدك بهذا الشيء. كل شيء رح يتصلح. مكتوب كتير مهم إنه يتشخص مرض التوحد بعمر صغير، يعني قبل عمر 3 سنين، لحتى يتلحق ويتعالج عن عمر صغير. المعالجة على الأقل 28 ساعة بالأسبوع، ولازم نطبق برامج خاصة بمرض التوحد. شو بيكون هذا التوحد؟ لا تقلي لي نفس الموضوع. لا، هداك عفراش الموت. القدر. بس لحظة، دقيقة، انت شو عم تعمل هون؟ شو عم تعمل بهاي الساعة قدام باب بيتي؟ فيك تفهمني؟ اجيت لعندك هندان. عن جد جاي لعندي؟ وبهذا الوقت؟ شايل الكلفة بيننا وجاي لعندي عالبيت، مو هيك؟ إني اتعامل ضمن الحدود ما رح يخليني شخص محترم بنظرك، مو هيك قلتي لي؟ اللي انت شو يلي بدك اياه مني؟ أنا ما عم بفهم شو مشكلتك معي، رح تخليني جن والله. اللي انت شو مفكرني قدامك؟ آه؟ مفكرني مرة سهلة لدرجة إني رح أجي ركض لعندك بسبب اسمك ومصاريك؟ لا، ماني مثل يلي متخيلها براسك، ماني هيك. خلي هالشي بعقلك، وحياتي مانا سهلة مثل مشايف، ومانا علبة ألوان لحتى لون حياة الرجال المتزوجين مثلك. بس ما عدت متزوج. آه، ايه والله مزبوط لك، أنا كيف منسى هيك شغلة؟ طيب خبرني شو اللي صار؟ شو اللي صار لحتى بطلت متزوج؟ ايه مزبوط، مرتك بعد ما همست بإذني آخر كلماتها وقدام عيوني كمان قتلت حالها وانتحرت. ايه والله مزبوط. أساساً كل شيء عم بيصير بشع ومقرف بعد هديك الليلة، وبسببك أنا وإنت صرنا ناس مقرفين. ولهيك لا تحاول تضغط علي، ما بدي إياك تحم حوالي بعد هلأ أو تهيني أكتر من هيك. عم تفهم كلامي؟ جاوبني، فهمت؟ فهمت يلي ما بدك يا. طيب إنتي شو بدك هندان؟ شو بدي؟ سؤال حلو. أنا شو بدي؟ طبعاً أنتوا الرجال ما بتفهموا هذا الشيء أبداً، بس نحن النسوان بدنا شيء واحد، دائماً نحن نطلب هذا الشيء منكم. نحن بدنا ننحب.
ما بدنا حدا يشمت فينا ولا حدا يعملنا لعبة. بدنا حب حقيقي من القلب. نحنا بدنا حدا يحبنا بشكل جدي مو أكتر من هيك. أنا جدي، جدي لدرجة إني هلأ مستعد أعمل أي شي بس كرمالك. وأنتي كمان هندان، ما فيك تخمني أنا شو عملت أو حتى شو رح أعمل لحتى أكسب حبك. أنا بحبك كتير هندان. وكمان اتأكدي إنه كل كلمة عم قولها أنا جدي فيها. من سنين طويلة، من وقت زيرين، كيف كنت أنا جدي معه، أنا هلأ جدي معك. وأنا رح أقلك هالشي هلأ مثل ما قلته لأم ولادي. ويا ترى شو اللي قلته لأم ولادك؟ قلت لها تتزوجيني. علي الزواج؟ انت تماما مثل زيرين. من سنين زيرين كانت كمان هيك عم تضحك قدامي مثلك وتتمسخر على عرضي إلها. وان شاء الله ما تكون نهايتي مثلها. أنا بعرف حاسبها لبورجو لأنه عطتك عنوان بيتي، بس لهلا ما عم أفهم شو عم تعمل قدام بيتي بهذا الوقت. وأنا شفتك مرتين حوالين بيتي. أول مرة كنت قدام باب البيت وأنقذتي حياة أمي، والتانية لما أجيتي على حديقة بيتنا. أنا ما فهمت، أنت عم تحاول تلمح لشي بسبب هالصدفة البشعة، أنت شو عم تخبص؟ أنا ما بآمن بالصدف، أنت أنقذتي أمي بهديك الليلة، ووجودك بحديقة بيتنا مرة تانية، هذا الشي مو صدفة. شو يعني لازم خاف أنا هلا؟ إذا ما كان في شي لحتى تخافي منه، لازم تحكي معي. وبتعرفي شو لازم تعملي. شو كأنه كان عندك ضيف؟ كان مارق حد بيتي قال بيطلع بيسلم علي. هذا الولد عم بيضايقك؟ قلي لي إذا زعجك. لا أبداً، نحن عم نفكر بشكل جدي. ليكي بصدق أمي، أنت ما عم تشوفي هداك الزلمة مو هيك؟ مين؟ أبو لهذا الولد. لا يا روحي، ما عم شوفه أبداً. بكرة بنفس المطعم.
ايه امتى رح نتزوج؟ مرحبا. قلت لي إذا ما عندك شي تخافي منه لازم نحكي مع بعض، وهي أنا أجيت. بالمناسبة المكان حلو، يعني الكوريدور وهالقصص، يعني كيف بيكون بوقت الدوام؟ أكيد بيكون زحمة، لهيك قلت لي إجي بهالوقت. طلبت إنه تجي بهذا الوقت لأنه إجراءات توظيفك حتكون مختلفة تماماً، يعني كم ساعة حتشتغلي ولأي وقت رح يتحدد شغلك، يعني وقت انت رح تتركي الشغل هذا الشيء رح يضل بيناتنا. ما فهمت ليش بدنا نعمل عقد عمل؟ ورح يكون عندك تأمين، وكمان حقوقك بالشغل رح تكون مثل الموظفين، بس انت ما رح تاخدي راتب، وهي الاتفاقية هون لحتى ما تقولي لي اشتغلت وما اخدت راتب لما تدفعي دينك وتتركي الشغل بالشركة. اللون كتير واضح أبيض ناصع على فكرة بجنن، والموديل كمان. أنا بالأصل بحب الشغلات يلي بتطير وبتتحرك، بس كمان هذا الموديل عاجبني. هذا الفستان كتير لفت نظري، بتحسه مفصل للأميرات، وهذا الفستان مبين مفصل للبنات لنحاف كتير، بس اطلع على قديش حلو. بالمناسبة أنا خبرتك أنه هذا الموقع غالي، يعني بس إذا حبينا نختار شي شغلة أكتر بساطة من هدول بصير، وكمان بيكون أرخص. بس بخصوص شهر العسل لازم كل شي يكون غالي ومرتب. هيك بدك؟ مبين علي هبلة لهي الدرجة؟ اللي عطيتك اللي بدك يا؟ بس هالشي ما رح يصير مو؟ يعني بعد عرضك للزواج أنا ما فيني أركض لحتى نام حدك على التخت بهالسهولة. أنا إجيت لحتى أشوف لأي درجة بقدر أتمادى معك، بس برأيي لهون بكفي، لأنه ما فيني مثل دور الغبية أكتر. بتمنى ينجحوا بهالشي النسوان اللي بعدي. لو سمحت ممكن تطلب لي تاكسي؟ أكيد يا مدام. شكرا. ما في حدا بعدك هندان؟ بس أنت دوندار بيك، أنت بأي صفة عم تتجرأ وتتمادى معي لهي الدرجة؟ ما عم أفهم. بس لحظة، كأني عرفت، انت هداك المختل يلي خوف مرت. بعتذر كتير، اسمك اختلف، صار اسمك المختل اجتماعيا. ما عنده ضمير ولا حتى مشاعر ولا حب، يعني هيك مكتوب على الانترنت. قريت مقال عن الناس اللي عندهم خلل اجتماعي، هو مرض من الأمراض النفسية اللي بتجرده من الإنسانية، وبصير إنسان مجرد من المشاعر. يلي عندهم خلل اجتماعي دائماً بيكونوا جذابين، وبيكون في حواليهم معجبين كتير من كل الفئات كمان، هيك كاتبين.
المعتلين اجتماعياً بشكلوا خطر كتير كبير على الناس اللي حواليهم، ما بيحسوا بالذنب أو حتى بيخجلوا من أعمالهم الوسخة. يعني أدمغتهم ما فيها هذا الجزء يلي بيخلي الواحد يحس بالذنب، إذا كان موجود أكيد فيه خلل. في منهم بيقدر يخبي هذا الشيء على العالم ببراعة، بيبين أنه حدا اجتماعي. في منهم بيبينوا طبيعيين لأبعد الحدود ولا كأنه بيشكوا من شيء، أما هو بيكون مريض نفسي لأعلى درجة ممكنة. الأشخاص اللي بيكونوا هيك بيكون عندهم إدمان على التحكم بالعالم، يعني هن ما بيترددوا ثانية عن الأذى. ما بيترددوا عن أذى غيرهم إذا كان الموضوع بخص مصلحتهم. هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع نسبة يلي عندهم هذا المرض على حساب راحة العمال. بالنسبة للمدراء، هن بيحبوا يكونوا الطرف الفائز دائماً بكل مشكلة شو ما كان الثمن. هن كتير أذكياء وبيستخدموا ذكائهم ليوقعوا ضحية بدون ما تحس، بقلب الفخ يلي بيكونوا عاملين ليا. يلي عندهم هذا المرض هن أكتر الناس يلي بشكلوا خطر كبير على المجتمع. طبعاً المعتلين اجتماعياً بيكونوا عندهم سلطة على المجتمع وبيكسبوا احترام الكل. هن بارعين بأنهم يخفوا شخصيتهم المريضة عن العالم الخارجي يلي لازم يعملوه بحياتهم اليومية، بيعملوه بالوقت الصح والمناسب. هلأ صار الوقت. لقيت صار فيك تموتي. بلا مشاعر، رغبتهم معدومة بالحب، ما فيهم يحبوا أي حدا، ومشان يشبعوا مرضهم بيبينوا للعالم أنهم طبيعيين، بيمثلوا أنه عندهم مشاعر تجاه غيرهم، بس هنن ما بيحبوا غير حالهم. لا تصدقي كل شي بتشوفيه على النت. كل شي بتشوفيه هالوسط على الأغلب هو لقى لعبته الجديدة اللي رح يتسلى فيه، بس أنت اخترت ضحيتك الجديدة. هاي مسكينة وحلوة، حلوة كتير، هادي، نظيفة. يا حرام، ما عندها علم بشو تورطت بهالشغل. لما تعرف مرضك رح يكون فات الأوان. كل شي صار معي رح يصير معه. لهيك صدقيني. برجع بقول لازم تصدقيني لآخر عمرك.